مساء الخير سيد رئيس فرانس انتر، تحدثتم عن الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، هل ثورة الريف وأحداث الريف هل تقلقكم؟ لا سيما وأنها قد تزعزع هذا البلد الذي هو عند أبواب أوروبا، وألا تخشون أن قمع هذه المظاهرات قد تشوبها انتهاكات لحقوق الإنسان؟ وهل تحدثتم عن هذا الموضوع مع نظيركم جلالة ملك المغرب؟ لقد تحدثت عن هذه الموضوع بشكل طبيعي مع جلالة المغرب، ولكن أنا ليس لي أن أتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب. ملك المغرب بالنسبة له هذه المظاهرات من العادي أن تكون هناك مظاهرات، والدستور يضمن حق التظاهر، وعرب لي عن نيته لمحاربة التصعيد وتخفيف التوتر والاستماع لمطالب هذه المنطقة لا سيما فيما يتعلق بالسياسات العمومية. إذا نقاشنا أنا وجلالة ملك المغرب لا يجعلني أقلق من قمع للمظاهرات، بل استجابة على المدى الطويل بطمأنينة. وجلالة ملك المغرب كان قد أعرب لي عن قلقه بمصير هذه المنطقة، هذه المنطقة التي دائما كان يقضي أوقاتا فيها.